تحيات طيبة. أنا بس حبيت إن أنا أشرك البعض في نقاش دار حول يعني كتبوا معاد جادي حوالين مقولة نصر أبو زيد: كون القرآن منتج ثقافي بفتح التاء ومنتج ثقافي بكسر التاء، وإن إزاي إن الخطاب النقيد أو خطاب المخالف ركز خلال 25 سنة الماضية أو 28 سنة الماضية على مواجهة نصر أبو زيد، لدرجة إن الأسبوع الماضي في محاضرة في منتدى الدين والحريات دكتور يسري جعفر، وده أستاذ عقيدة في جامعة الأزهر، اتكلم وذكر نصر أبو زيد في إطار نقاش، فقال إن نصر أبو زيد قال إن القرآن بشري، ونفس التعبير استخدمه برضو دكتور آخر الدكتور فؤاد في وهو أزهري أيضا في برنامج من برنامج النيلة الثقافية قناة الناس تقريبا، وقال نفس الشيء. وده طبعا كلام عاري عن الصحة، لكن هو الخطاب ده خطاب تشويه طول الوقت، يعني خطاب بيحاول يزيف الواقع بأنه يعني بيعمل مخالفة صغيرة كده لكن بتضيع القضية فيها، من ضمنها كون القرآن منتج ثقافي أو كون القرآن منتج ثقافي. إذن القضية هنا أو المداخلة هنا على إيه معنى أن القرآن منتج ثقافي؟ لأن هي ديت النقطة اللي بيلف ويدور حواليها الكلام في مرات كتيرة في الحديث عن خطاب نصر أبو زيد. نصر أبو زيد طبعا كلمة منتج ثقافي ديت نحت لغوي جديد منه هو، وطبعا لما بيجيب الإنسان ألفاظ جديدة في حقول معرفية يعني قيل عنها أنها نضجت حتى احترقت أو استوت حتى احترقت، فما فيش حد هيجيب فيها جديد يعني، فده كان تحدي إلى حد كبير. لكن نرجع للنقطة الأساسية، يعني إيه القرآن منتج ثقافي؟ إيه الدلالة بتاعت منتج ثقافي؟ هل هي الدلالة اللي بيروجها الخطاب النقيد على كون إن القرآن بشري؟ لا، زيد كررها مئات المرات في نصوصه المكتوبة وفي محاضراته: القرآن إلهي التنزيل بشري التأويل، يعني هو بيعترف بإلهية المصدر وبشرية الفهم والتفسير. طيب يعني إيه بقى منتج ثقافي؟ هل منتج ثقافي معناه إنه ابن البيئة؟ هو نصر أبو زيد وقف قدام عبارات موجودة في المصحف زي يسألونك عن الأنفال قل، يسألونك عن المحيض، فيسألونك موجودة دائما في القرآن وإجابات محددة تلقى على النبي محمد ليرد بها، إن في مثلا لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. إذا هنا في فعل تفاعل ما بين السماء والأرض، هذا التفاعل بيدركه الناس اللي بيدرسوا القرآن لمحاولة استنباط أحكام فقهية وضوابط سلوكية من القرآن. علشان كده اتكلموا على الناسخ والمنسوخ. يعني إيه الناسخ والمنسوخ؟ الناسخ والمنسوخ يعني أن هناك تغيرات حدثت في الواقع استدعت أن يتغير حكم أو دلالة أو معنى آية إلى معنى آخر، وإحنا بنتكلم على تغير دلالات في إطار 10 سنين.
يعني تغيرات، لأن طبعا كل المنظومة القرآنية في فترة مكة في ال13 سنة ما كانش فيها ضوابط سلوكية من ناحية افعل ولا تفعل. ضوابط سلوكية دي ظهرت مع تجربة المدينة ووجود قبيلة جديدة اسمها قبيلة المسلمين، التي تقوم على صلة المعتقد مش على صلة الدم. فحتى في هذه ال10 سنين، يعني في خلال 10 سنين بس، الخطاب القرآني ذاته تغير، تبدل، تطور، انتقل. هذا المفهوم للتفاعل ما بين السماء والأرض بينسفه من جذوره تصور أن القرآن هو كلام الله القديم الذي نزل للحياة الدنيا، محفوظ في اللوح المحفوظ، ونزل في الحياة الدنيا ونزل منجما على النبي. يبقى لما يكون القرآن قديم وصفة قديمة، أو حتى تصور الأشاعرة إن هو كلام النفسي القديم، يبقى مش مرتبط بالتاريخ ولا بالزمن ولا بالواقع. يبقى لما يجي القرآن يكلمني على تبت يدا أبي لهب وتب، ملهاش علاقة بأبو لهب اللي كان عايش في القرن السابع الميلادي وفي جزيرة العرب ومتزوج من مين وأبو مين وابن مين وهكذا. لما يجي آية زي يسألونك عن الأنفال، قل، لما يبقى القرآن قديم يبقى هذه معاني موجودة ملهاش علاقة بقى بالفعل الذي حدث في جزيرة العرب في وقت الوحي، في بداية من 571 ميلاد النبي لحد يعني 610 ل 632 ميلادي مثلا. إذن ده الفارق في تصورات المعتزلة عن ماهية القرآن وعن ماهية كلام الله وعن ماهية الصفات، صفات الله وأسمائه والذات والصفات الله، وبين تصور الأشعري الذي ساد واستمر وأصبح هذا التصور الأشعري اللي هو فكر بشري ومفاهيم بشرية أصبحت هي العقيدة، وأصبح من يعيد التفكير فيها ده بيبقى بيجدف في الدين، وأصبح من يفكر فيها فهو يخرج عن ثوابت الدين والمعلوم من الدين بالضرورة وكل هذه المنظومة. إذا نصر أبو زيد كان بينطلق من تصورات المعتزلة على تصور أن كلام الله فعل، وما دام كلام الله فعل يبقى هذا الكلام لم يتكون ولم يظهر إلا بخلق الله للعالم، لأنهم برضو عندهم نقطة منطقية. يعني ما هو لو حد تصور أن الله متكلم قبل خلق الكون، يعني بيتكلم، بيكلم مين؟ يبقى دلالة الكلام هنا دلالة نقص. يعني يبقى ذات تتكلم كده للا وجود، للا عدم. إذن ده في تصورات المعتزلة نقص، وربنا سبحانه وتعالى حكيم وأفعاله حكمة، فلا يصح عليه، ده على حسب تصوراتهم، إن يكون بيتكلم إلا بعد خلق الله للعالم. من هنا قالوا إن القرآن مش قديم، والقرآن ده مخلوق بخلق الله للعالم بدليل النماذج اللي احنا ذكرناها. يسألونك عن الأنفال، قل، يسألونك عن المحيط، حوار دائم، تصوير اللي موجود في المصحف طول الوقت على النبي وعلاقته بأزواجه وحادثة الإفك وسرق، اللي هي أشياء تاريخية بنت زمن. فمن هنا لب الموضوع هو عملية تفاعل السماء والأرض بتعبير حسن حنبلي، أو تفاعل ما بين ما هو إلهي أبدي أزلي وما بين ما هو بشري نسبي تاريخي اجتماعي. يعني الله سبحانه وتعالى حينما أراد أن يكلم النبي محمد
استخدم أداة بشرية. يعني حتى الناس اللي بيقولوا إن اللغة أصلها توقيف من الله لا يختلفون على أن اللغة في تطورها هي نشاط بشري، لأنه إذا كان مصدر اللغة وأصل اللغة إلهي فتطور هذا الأصل الإلهي إلى لغات متعددة، وإدراك بشرية اللغة ده جزء يعني تعتبر يعني حقيقة ثابتة دلوقتي. إذن الله حينما أراد أن يرسل رسالة إلى البشر استخدم اللغة الإنسانية، اللغة البشرية. طب اللغة الإنسانية دي البشرية دي لها قواعد، لها كود بيستخدم، إن الفاعل مرفوع والمفعول منصوب، إن دلالة كلمة كذا وكلمة كذا موجود قبل المصحف، إن حتى القرآن الكريم كل الكلمات اللي فيه، كل الجذور اللغوية اللي فيه هي جزء من جذور اللغة العربية، ولا تغطي كل جذور اللغة العربية، ليس كل كلمات اللغة العربية موجودة في القرآن. إذا الإلهي الأبدي حينما تجلى للبشر تجلى في قناة اتصال بشرية وهي اللغة حسب قواعد اللغة. طيب بيجي هنا السؤال، هل معنى كده إن دلالات القرآن محصورة في أفهام العرب اللي كانوا موجودين في القرن السابع؟ يعني الفهم بتاعهم وتصوراتهم لا يتجاوز دلالات القرآن، هذه الأفهام وتلك الدلالات لعصور أخرى، فكده يتحول القرآن إلى مجرد أثر تاريخي أنتيكا نحطها في المتحف. ودي برضو مؤاخذة بيطلقوها على خطاب نصر أبو زيد، وده كلام عاري تماما من الصحة أيضا. ليه؟ لأن احنا ما زلنا بنتكلم على امرؤ القيس، مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر أحطه السيل من عاد. إذا المنتج البيت الشعر بتاع امرؤ القيس اللي هو تاريخي واجتماعي ومرتبط بزمنه وإلى آخره، له دلالات بترتبط بزمنه وبعصره، لكن هناك جانبا آخر من النص يتجاوز الدلالة التاريخية الثقافية بين لحظة التشكل إلى عصور أخرى. ده اللي بيخلينا نقدر دلوقتي بعد 400 سنة لسه بنتكلم على مسرحية شكسبير، أو بنتكلم على الإياذة والأوديسة، أو بنتكلم على شعر المتنبي. إذا أي تواصل لغوي يرتبط بالثقافة وبالزمن وبالتاريخ في جانب، ويتجاوز إلى عصور أخرى في جانب آخر. عنتر كتب قصيدة في عبلة، عارفين عنتر عايش في زمن معين، وعبلة إنسانة محددة عايشة في زمن معين، لكن بالرغم إن هو في شخص محدد وفي إنسانة محددة، إلا إنه هذه الدلالات تنتقل إلى كل محب يرسل رسالة إلى حبيبة في عصور تالية. فما بالك بقى إذا كان خطاب يتصوره الملايين، مئات الملايين من البشر إنه خطاب إلهي مقدس. إذا دلالة القرآن لا يمكن أن تنحصر في اللحظة الزمنية اللي كان موجود فيها في القرن السابع الميلادي. طيب كون القرآن منتج ثقافي، إذا هو عملية تفاعل ما بين الإلهي الأبدي الأزلي وما بين ما هو بشري إنساني اجتماعي. لأن ربنا سبحانه وتعالى لو خرج النبي محمد من الغار وتحدث إلى عرب الجزيرة اللي موجودين في الحجاز في القرن السابع بالصيني ما كان قد فهمه منهم أحد. إذن اختيار اللغة العربية هو مراعاة للإنسان. وهنا في تصور تاني بقى، هل
غاية التواصل الإلهي مع البشر من أجل أن يؤمن البشر، ومن أجل أن يعرفوا الله وأن يتعبدوا إلى الله، وأن ما ده تصور اللي شاع، تصور الأشعار اللي شاع، أن إحنا وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون. لكن حتى لو آمن كل من في الأرض جميعا أو كفر كل من في الأرض جميعا، فلن يزيد ذلك من ملك الله شيئا ولن يقلل من ملك الله شيئا. فمن هنا اعتماد طرق أخرى بقى زي الصوفية وزي المعتزلة وغيرهم على أن الخطاب القرآني أصلا موجه لخير البشر وسعادة البشر، والغاية والمقصد من الرسالة والتواصل هو صلاح حال الإنسان أصلا وسعادته في الدارين. إذن هذا التفاعل ما بين السماء والأرض، هذا التفاعل ما بين ما هو إلهي بشري إلهي أبدي وما بين ما هو بشري إنساني ثقافي، هو ده محور الكلام على إن القرآن منتج ثقافي. يعني إيه؟ يعني هي استجابة من الله لاحتياجات البشر، لتساؤلات البشر، لما يهفو ويسعى إليه. إحنا وصلنا مرويات على إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتحنث في غار حراء، وكان 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 قبل أن يأتيه الوحي. إذن في قلق وأرق بحثا عن هداية، ده على المستوى الشخصي، فما بالك في الثقافة بشكل عام. الجانب ده هو الجانب اللي حاول يتناوله نصر أبو زيد في الباب الأول من كتاب مفهوم النص، فركز على علوم القرآن المرتبطة بهذا الجانب، زي مثلا علاقة الوحي بالنبي محمد وبظروفه النفسية وبتطور حالته النفسية في التواصل مع الوحي القرآني، علاقاته مع أزواجه، علاقاته مع المسلمين الأوائل وصراعاتهم في مرحلة مكة والمدينة بعد ذلك. كل ده جوانب موجودة في القرآن، ويمكن أن نرصد العلاقة النفسية، المراحل النفسية اللي مر بها النبي محمد والمسلمين الأوائل من خلال رصد تطور دلالات المصحف ذاتها تاريخيا. الجانب الثاني في علم مثلا زي علم الناسخ والمنسوخ اللي موجود في علوم القرآن، وعلم زي علم المحكم والمتشابه، وفصل كمان عمله عن التأويل والتفسير. كل دي جوانب اللي اهتم بها الفقهاء اللي كانت بتربط الخطاب القرآني بالواقع بشكل عام، استخدمها المتكلمون في أيضا في عملية رصد واستنباط أحكام أو تصورات كلامية أو عقيدية من القرآن. إذا لما هو بيتكلم عن القرآن منتج ثقافي، إن هو حالة تفاعل ما بين الله سبحانه وتعالى واحتياجات البشر من خلال، يعني ممكن أوسع الدائرة شوية أقول إن إذا كان محمد عبده اتعامل مع المصحف ومع القرآن في نهاية القرن 19 وبداية القرن 20 على إن القرآن هدي، القرآن لم يأتي ليعلمنا فيزياء وكيمياء وأحياء ولا نظم سياسية، ولا القرآن جاي بيهدي الناس إلى طريق الصواب، لكن مش مهتم بالتفاصيل من ناحية العلم الفيزياء والكيمياء والأحياء، بيهتم باستخدام هذه التمثيلات، ومحمد عبده استخدم تعبير التمثيلات، استخدم هذه التمثيلات لإيصال معاني دينية. الشيخ أمين الخولي بعد الشيخ محمد عبده لب مدرسته، فبيقول إن فعلا هدف الهدي ده هدف نبيل،
وهدف أساسي من أهداف القرآن. لكن قبل الهدي علينا أن ندرك أن القرآن بيان باللغة العربية، يعني هو عملية، بدليل أن هناك من المشركين اللي وردت روايات عنهم اتكلموا على حلاوة وطلاوة القرآن برغم أنهم لم يؤمنوا ولم يصبحوا مسلمين، لكن هو كعربي بيفهم في اللغة العربية أدرك الحلاوة والطلاوة والبيان اللي موجود في الخطاب القرآني. إذن القرآن بيان باللغة العربية، وعلينا أن ندرسه بكل بقى مناهج الحديثة في فهم اللغة وتفسيرها وتحليلها، قبل أن نستنبط منه بقى إيه فلسفات وضوابط للسلوك والآخر. ده منطلق الشيخ أمين الخولي، كون القرآن بيان باللغة العربية، كتاب العربية الأكبر، ده التعبير اللي كان بيستخدمه. نصر أبو زيد بنى على كون القرآن هدي عند محمد عبده. طبعا زي الوليد بن المغيرة وغيره، يعني كون محمد عبده بنى من القرآن هدي، وكون محمد أمين الخولي بنى إن القرآن بيان باللغة العربية. نصر أبو زيد النقلة اللي عملها هو التعامل مع القرآن كونه رسالة عبر عملية تواصل، مستخدما علوم تحليل النصوص وتحليل الخطاب وعلم الهرمنوتيقا أو التأويلية، وعلوم زي علم العلامات أو السيميولوجي اللي هم عملوا فيه مقدمة في علم السيميوتيقا، لكن طبعا التعبير الفرنسي الآن هو الساد يعني في الثقافة العربية. واعتمد على إن القرآن عملية اتصال. عملية اتصال لها جوانب ستة، إنه في مرسل وفي مستقبل وفي قناة اتصال وفي شفرة بيتم عبرها الاتصال وفي شفرة أو الكود يعني اللي بيتم عليها، وفي رسالة بتمر عبر هذه الوسائط وفي سياق ليها. العناصر دي هو حاول يتعامل مع القرآن على إنه كتاب، عملية اتصال فيها الجوانب دي، يبقى بيبني على كون القرآن هادي أو كون القرآن بيان باللغة العربية، لكن بيستخدم ما توفر في عصره، المناهج التي لم تكن متوفرة في وقت محمد عبده أو أمين الخولي في بداية القرن العشرين. من هنا الكتاب بتاعه مفهوم النص، دراسة في علوم القرآن. ملخص الراغي، أنا قلت ده كله، إنه دراسة القرآن كعملية اتصال وتفاعل ما بين الأبدي الإلهي وما بين البشري النسبي التاريخي، والقرآن فيه الجانبين دول، والصراع طول الوقت أمام المفسرين وأمام المؤولين كان بيبقى صراع ما بين الجانبين دول، إلى أيهما نذهب. ونصر أبو زيد ذاته في كتابه مفهوم النص، اللي هو حتى جابر عصفور لما كان بيعمل عرض له عمل العنوان بتاع المقالة بتاعته اللي نشرها في مجلة إبداع في مارس 2000 سنة 91، مفهوم النص والاعتزال المعاصر، إن نصر أبو زيد كان متبني اللاهوت المعتزلي في فهم النص في مواجهة اللاهوت الأشعري الذي ساد، وفي مواجهة وفي مواجهة الهجمة السلفية الحنبلية الآتية من الصحراء الممولة بالغاز بتاع البترول في السبعينات والثمانينات والتسعينات. ونصر أبو زيد كان بيسعى إلى الوضوح، يعني أن يصل إلى توضيح المعاني الغامضة في آيات المصحف، وتعامل مع القرآن كنص بالدلالة المعاصرة لكلمة نص،
وده خطأ وقع فيه علي مبروك في عرضه للكتاب سنة ألف في مقالة كتبها في 2012، إنه تصور إن نصر بيستخدم كلمة النص بالدلالة بتاعتها التراثية القديمة. إذن كون القرآن منتج ثقافي، أي تفاعل، نتاج تفاعل ما بين الإلهي الأبدي وما بين الإنساني التاريخي النسبي، وفهمه يتطلب إدراك الجانبين دول. وأنا هكتفي بهذا القدر ونكمل في وقت آخر إن شاء الله. شكراً.